ترأس سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم وفد مملكة البحرين المشارك في عمان المؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليسكو في دورة استثنائية احتضنتها دولة الكويت الشقيقة بمشاركة وفود من الدول العربية الأعضاء بالمنظمة، حيث تمت مناقشة الموضوعات الواردة في جدول الأعمال بما في ذلك البرنامج التي تنفذها المنظمة في إطار خططها المعتمدة. كما تمت خلال المؤتمر وأثناء مناقشة الشغور الناجم عن وفاة الدكتور عبد الله حمد محارب المدير العام السابق للمنظمة الإشادة بمناقب الراحل ودوره البارز في تطوير أداء المنظمة. وبعد المناقشات تم الاتفاق على اختيار الدكتور سعود الحربي من دولة الكويت كمدير عام جديد للمنظمة. وبهذه المناسبة أشاد سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي بالجهود الكبيرة للمدير العام السابق للمنظمة، حيث شهدت المنظمة في عهده تطورا ملموسا في مجالات عملها كافة وإنجازات كبيرة من بينها الدراسة الخاصة بالارتقاء بالتعليم في الوطن العربي التي شاركت فيها مملكة البحرين، متمنيا للمدير العام الجديد كل التوفيق والنجاح، مؤكدا حرص مملكة البحرين الدائم على المساهمة الفاعلة في مختلف أنشطة المنظمة ومبادراتها ودعم جهودها. خصص هذا الاجتماع لاختيار مدير عام للمنظمة، وهو منصب مهم في هذه المنظمة التي تهتم بكل ما من شأنه الارتقاء بالتربية والعلوم والثقافة في الوطن العربي، وهي منظمة كان لمملكة البحرين إسهامات عديدة فيها. مملكة البحرين سواء من خلال المشاركة في أجهزتها المختلفة وبرامجها المتنوعة، هي أيضا عضو أساسي في اللجنة الخاصة بتطوير التعليم في الوطن العربي. اليوم خصص الاجتماع لاختيار مرشح بعد تم دراسة قوائم المرشحين من قبل الدول، وحيث بذل المجلس التنفيذي دورا كبيرا في اختيار القائمة التي أمامه. كانت مملكة البحرين أول من طلب الحديث في الاجتماع وأعلنت دعمها ومساندتها لمرشح دولة الكويت الشقيقة انطلاقا من العلاقات المتميزة والوثيقة بين البلدين الشقيقين. ولا شك أن كان هناك دعم يعني كبير من كثير من الدول العربية، ولكن طبعا مملكة البحرين حقيقة يعني أقولها بكل صدق وبكل شفافية، نحن متأكدون موقف البحرين، وخصوصا معالي الدكتور ماجد بن علي النعيمي أكيد أن هذا رأي يمثل المملكة حكومة وشعبا وأرضا، حتى أقول نحن تواصلنا وجدانيا وثقافيا وحضريا مع مملكة البحرين ولا نستقرب هذه الوقفة. فكانت البحرين ليس بهذا الموقف فقط، ولكن بكثير من المواقف التي تمس الكويت، ونقولها بكل صدق كانوا يقدمون حتى موقف الكويت حتى وإن كان على أحيانا على حساب البحرين، ليس تقليلا أو انقاصا لبلدهم، ولكن المحبة المفرطة للكويت وأيضا رؤيتهم أن الكويت هي البحرين والبحرين هي الكويت. وقد أقول كلمة قد تكون سر، ولكن أن من تعليقات أهلنا في البحرين قالوا لا يستوي أن يكون هناك مرشحان بحرينيان، يقصدون فيها الكويت والبحرين، وأنا أعتقد أن هذه من المواقف الجميلة تسجل تاريخيا. نحن الآن لا نستغربها، ولكن نريد أن يعني نورثها لأجيالنا السابقة ليعرفوا عمق العلاقة بين البحرين والكويت، ويعرفوا أن نحن أهل دائما وأبدا. لذلك أسأل الله العلي العظيم أن تكون دائما وحدتنا هي القائمة، ومصالحنا مشتركة، وإنسانيتنا أيضا وثقافتنا. فكل الشكر والتقدير وأكررها من القلب، شكرا 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 للبحرين على رأس جلالة الملك وجميع أهل البحرين الطيبين، هم أهلنا وربعنا.